أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا الحوارية من هذا الصباح. الحقيقة في الفقرة دي هنتناول تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا، كشفت فيه العديد من الأرقام الصادمة. التقرير ده قالت فيه أن في حوالي 8 مليون شخص حول العالم يتوفون سنويا بسبب الإدمان. والحقيقة اتكلمت في التقرير ده أن حوالي 63% من طلاب الجامعات يتعرضون للتدخين السلبي. الحقيقة أرقام صادمة. واللي يرى التقرير كمان هناك عدد كبير جدا من تفشي الإدمان في المجتمعات الفقيرة، على الرغم من ارتفاع أسعار التبغ، ولكن هو منتشر جدا بكثافة في المجتمعات الفقيرة. إيه أسباب ده؟ وإيه الأهداف اللي بيسعى ليها المدخنون دول علشان نحد منها؟ مواقع التواصل الاجتماعي دورها ايه؟ الحكومات دورها ايه للحد من التدخين؟ هنناقش كل ده. تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإدمان والتدخين في هذه الفقرة. معنا الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو مدين، رئيس قسم الأمراض المتوطنة والكبد بالقصر العيني سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إيه رأي حضرتك في التقرير ده؟ الحقيقة بداية أقدر أقول إن يعني أكبر إثم أو ذنب صنعه الإنسان على الأرض هو التدخين، ويفوق اختراع البارود. ورغم أن البارود ده يعني تسبب في وفاة ملايين من البشر، لكن التدخين داخل في كل الساحات. إذا كان البارود ده في ساحات القتال فقط، لكن التدخين موجود في النوادي، موجود في الشوارع، في المكاتب، في المنازل، في كل مكان. فأكبر إثم عمله الإنسان على سطح الأرض هو التدخين. الحقيقة منظمة الصحة العالمية أعلنت إن زي ما حضرتك تفضلت 8 مليون إنسان بيموتوا سنويا نتيجة التدخين. رقم كبير فعلا. طبعا نقدر نقول لو حسبناها يعني كل 10 ثواني في إنسان بيموت نتيجة التدخين، كل 10 ثواني. لو حسبنا عدد الوفيات في الإحصائيات وزارة الصحة في مصر، 26% من الوفيات سنويا في مصر نتيجة أو تتبع التدخين وآثاره مع الأمراض الأخرى. الحقيقة التدخين دي كارثة إنسانية، ويجب كل المنظمات الصحة العالمية والحكومات تتوجه لمنع هذا الاسلوب اللي بيعمله الانسان ويضر نفسه ويضر المجتمع. طب احنا هنتكلم عن دور الحكومات في الحد من التدخين، ولكن عايزين نتكلم عن التدخين السلبي. يعني في رقم في التقرير بيقول 63% من طلاب الجامعات بيتعرضوا للتدخين السلبي، دول الجامعات فقط، ولكن في الشوارع وفي النوادي ايضا يتعرضوا للتدخين السلبي. عايزين نعرف ايه هو التدخين السلبي واثار التدخين السلبي على الصحه العامه. التدخين السلبي نقدر نقول عليه التدخين الإجباري أو الإكراهي، لأن أنا بقعد في مكان مع زميلي في المكتب وجميع الزملاء أو اتنين تلاتة بيدخنوا في مكان مغلق. المكان ده الهواء بيتلوث بالدخان وأنا بستنشق الدخان، فأنا بدخن زيه. بالعكس، الدخان اللي موجود في الغرفة نتيجة تدخين الزملاء أو المدخنين الآخرين بعد ما دخل جوه الرئة وخرج مع هواء الزفير مع ثاني أكسيد الكربون والعوادم بتاع العمليات الحيوية في الجسم، يعني أكثر خطورة من التدخين الإيجابي. لو حسبنا إحنا حالات سرطان الرئة على سبيل المثال، وهو السبب الأول لحدوث سرطان الرئة هو التدخين، هنلاقي النساء والأطفال. حوالي 20% من النساء حالات سرطان الرئة موجود فيهم، رغم أنهم مشخنين، لكن بيدخنوا تدخين سلبي نتيجة التعرض في مع زملاء العمل. و50% منهم من حالات سرطان الرئة اللي وجدت في النساء اللي غير مدخنين نتيجة تعرضهم للتدخين السلبي أو الإكراهي في الأماكن العامة. يعني هما بيتعرضوا لنفس الأضرار اللي بيدخن فيها اللي بيتعرض ليها الشخص المدخن. بالضبط، نفس التدخين السلبي أو التدخين الإجباري هو التدخين الإكراهي.
اللي لازم كل واحد يعلن: إذا أردت أن تقتل نفسك لا تقتلني معك. كل واحد يقول للمدخن: إذا حبيت تموت نفسك ما تموتنيش معاك. ولازم نعرف إن أكبر إثم وذنب ارتكب في حق البشرية هو التدخين. التدخين جريمة مزدوجة في حق النفس وفي حق الغير. التدخين جريمة مزدوجة في حق النفس وفي حق الغير، والغير هم الزوجة والأولاد والأقارب في المنزل، أو الزملاء والعاملين في مكان العمل، أو الأصدقاء والمخلطين في النوادي والمطاعم، أو العامة من الناس في وسائل المواصلات أو الأماكن المغلقة. أما غير المدخنين اللي بيتأذوا من تدخين الآخرين، فهناك إحصائية بتقول إن 24% من النساء يتعرضن لدخان أقاربهن في المنزل، و 26% من النساء يتعرضن لدخان زملاء العمل، و 50% من النساء يتعرضن للدخان في الأماكن العامة. وعشان كده النساء معرضات لخطر الإصابة بسرطان الرئة زي المدخنين بالظبط. أما بالنسبة للتدخين، فجميع الإحصائيات بتقول إن عالم المخدرات والإدمان والجريمة يبدأ بالتدخين. ويجب وإن إحنا كلنا نعرف إن التدخين هو الطريق الأسهل للدخول إلى عالم المخدرات والإدمان والجريمة. وثبت بالدليل القاطع إن كل المجرمين مدخنون بشراهة. وعشان كده لازم نعلن: إذا أردت أن تقتل نفسك لا تقتلني معك. اطفئها للأبد، اطفئها من أجل دينك، من أجل أهلك، من أجل زوجتك، من أجل أولادك ونفسك ومالك. اطفئها إلى الأبد وانقذ البشرية من هذه الكارثة. وهيسأل الإنسان يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما أنفقته. هنرجع لمكونات الدخان. إيه هي مكونات التبغ؟ التبغ اللي هو المادة اللي موجودة في كل أدوات التدخين، سواء من السجائر للشيشة للسيجار للبايب، كل هؤلاء موجود فيهم التبغ. لو احنا اتكلمنا على مكونات التبغ، هنقول ان التبغ ده او التدخين بيقود الانسان لايه؟ حتما يقود الانسان للهلاك، والهلاك معناه الموت. وصناع التبغ بيستعملوا كل الوسائل الممكنة والغير الممكنة عشان يبيعوا هذه البضاعة التي تدمر البشرية. بيضيفوا مواد سامة أثناء تصنيع الدخان أو السجاير أو التبغ اللي بيحطوه في كل وسائل التدخين اللي بيبيعوها. صناعة التبغ ليها نظامها الخاص، وأثبتت المنظمات الصحية في بعض البلدان الأوروبية وفي الولايات المتحدة إن صناع التبغ بيحطوا مواد خطيرة للمحافظة عليه أثناء التصنيع والتخزين والنقل، وعشان تحسين الرائحة والنكهة الكريهة اللي هي رائحة التبغ الأصلية، دون مراعاة إن هذه المواد السامة أو مسرطنة، مما يعرض المدخنين لأخطار فادحة تودي بحياتهم. ومن الإضافات اللي بيحطوها صناع التبغ مادة اسمها البروبيلين جليكول. المادة دي بيحطوها عشان التبغ ما ينشفش، وبذلك تبقى تأثير التبغ فترة طويلة ويسبب تسمما أكثر في خلايا المخ، ويحدث فقدان للتركيز والذاكرة، ويحدث بوادر الألزهايمر والشلل الرعاش. دي تأثير مادة البروبيلين جليكول اللي بيضيفوها.
بيضيفوا مادة الأمونيا عشان زيادة ثبات النيكوتين وإحداث حالة الإدمان لمنع التخلص من التدخين. وهذه المادة أصلا هي أسباب أعراض البولينة في مرض الفشل، مرضى الفشل الكلوي وغسيل الكلى. كل أنواع السموم موجودة في هذه العلبة. وأشار تقرير إلى أن منظمة الصحة والغذاء العالمية لما قدمت مشروع لإجبار الشركات المصنعة للسجاير أنها تكتب المواد السامة اللي بتستخدمها في عملية التصنيع، أشار هذا التقرير إلى أن مشروع القرار بيجبر على ذكر نحو 20 مادة سامة اللي بتستخدم في صناعة السجاير أو يحتويها السجاير، وعلى رأسها زي ما أنا قلت مادة الأمونيا وأيضا مادة الكربون مونوكسايد بالإضافة للفورمالدهايد وعديد من المواد الأخرى. وجاء في التقرير أن منظمة الصحة العالمية والغذاء تمكنت من رصد نحو 93 عنصر سام يتم استخدامها وإضافتها في عملية التصنيع، إلا أن المنظمة ركزت على 20 عنصر فقط في المرحلة الأولى ليتم إضافة باقي العناصر السامة في أوقات لاحقة. وتشير التقارير إلى أن أخطار التدخين تتجاوز المدخنين، لأن التواجد في مكان مليء بالدخان لبضع دقائق يزيد من فرص الإصابة بأمراض السرطان والأمراض الأخرى. ولا يقتصر هذا الخطر على سرطان الرئة فقط، بل هناك قائمة طويلة من الأمراض قد يصاب بها الشخص مثل الربو وأمراض القلب. وتؤكد التقرير أيضا أن نسبة انتشار النيكوتين في الأماكن التي يحظر فيها التدخين لا تزال مرتفعة رغم عزلها عن المدخنين، إذ أن طفلا من بين كل 4 أطفال يتعرضون لآثار التدخين في منازلهم إذا كان أحد أفراد الأسرة بيدخن. إيه تشريح الداخلي أو تركيب السيجارة؟ السيجارة تحتوي على إيه؟ هل تحتوي على مواد غذائية تفيد الجسم مثل الفيتامينات؟ هل تحتوي على أي نوع من الغذاء المفيد؟ السيجارة لا تحتوي إلا على هنقول بعض المواد اللي بتحتويها هذه السيجارة، وده كأن احنا بنشرح هذا القاتل الجبار الذي يقتل ملايين البشر. السيجارة بتحتوي على مادة النيكوتين والقطران وحامض الكبريتيك والزرنيخ وغاز البيوتين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والميثانول والرصاص والتلوين والأسيتون والأمونيا والكادميوم والدي دي تي والفورمالين والنفتالين وسانايد الهيدروجين والفينول والميثان والنفتالين واليوريثين وداي بنز أكريدين والبولونيوم وداي ميثايل نتروزامين والبيرين والبنز بيرين وكلوريد الفينايل. هذا هو تركيب السيجارة، كلها مواد سامة ومسرطنة وخطيرة على صحة الإنسان. يبقى لو أنا ذكرت بعض هذه المواد السامة التي يستنشقها المدخن من ضمن 4000 مواد ضارة، هنلاقي أن بعض المواد السامة تصلح أن تكون منظف لدورات المياه زي الأمونيا، مبيد حشري زي النيكوتين، مذيب صناعي زي التلوين، شمع مشتعل زي الاستياريك أسيد، محفز ناري زي الهكسامين، يصلح لتشغيل البطاريات زي الكادميوم، ممكن يكون يضاف لسائل الولاعات زي البيوتين، بعض المواد زي حامض الخليك الأسيتيك أسيد، غاز المجاري اللي هو الميثين، سموم الزرنيخ، عدم السيارات اللي هو كربون مونوكسايد أو وقود الصواريخ زي الميثانول. ما هي مكونات التبغ؟ 4000 مادة كيميائية ضارة، منها 400 مادة سامة، 22 مادة قاتلة شديدة السمية، منها 40 مادة مسرطنة. إذا قلت التبغ فيه 4000 مادة ضارة منها 400 سامة، ال 400 دول 22 منهم مادة قاتلة شديدة السمية و 400 منها برضو 40 مادة مسرطنة. هنذكر بعضها بعضا منها لا حصرا، مش كل المواد، هنذكر بعض هذه المواد وتأثير كل واحدة منها ايه.
لأن إحنا لو قلنا إن منظمة الصحة العالمية والمنظمات العلمية قدرت إنها تحدد أكثر من 4000 مادة ضارة موجودة في دخان السجاير، منهم 400 مواد سامة أو خطيرة، و40 من ال 400 دول مواد مسرطنة، يبقى إذن إحنا بنتكلم في كارثة على صحة المدخن. 40 مادة مسرطنة ثبت وجودها في دخان السجاير، والأمثلة كثيرة. لو إحنا قدرنا نحلل نقول بعض المواد الخطرة اللي موجودة في دخان السجاير، على رأسها 2 مكتوبين على علبة السجاير، القطران والنيكوتين. إيه النيكوتين دي؟ النيكوتين قطرة واحدة من مادة النيكوتين ممكن تموت بني آدم بالغ لو خد هذه الكمية المركزة. النيكوتين مادة بتدمر الكلى والقلب والأعصاب وتتداخل مع العمليات الحيوية، وخاصة في الأوعية الدموية والأعصاب، تكون النتيجة إن الإنسان بيعاني من عديد من الأمراض. القطران اللي هو إيه هو القطران اللي موجود في السجاير؟ اللي هو البلكة اللي بيقولوا عليه العامة البلكة، والبلكة دي اللي هي بنستخدمها في الأسفلت بتاع الشوارع والعزل. المادة دي مادة معروف إنها مادة مسرطنة، دي 2 من أخطر المواد اللي موجودين في السجاير. هضرب على سبيل المثال أول أكسيد الكربون، كل حالات الاختناق اللي بتحصل نتيجة التعرض لمواقد الفحم، خروج مادة أول أكسيد الكربون. مادة أول أكسيد الكربون موجودة بوفرة في دخان السجاير، بتعمل إيه؟ أول أكسيد الكربون بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان، اللي هي ناقلة للأكسجين علشان حيوية الجسم والأنسجة. فوجود أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين يمنحها إنها تنقل الأكسجين اللي هو الحياة، حياة الإنسان، لأنسجة الجسم. فدي مادة سامة ومادة خطيرة. مادة ثاني أكسيد الكربون، أدي مادة رابعة. أنا بضرب بعض الأمثلة من 40 مادة القطيرة اللي منهم بعد كده 400 وبعد كده 4000 اللي بيتكون منها التبغ. لما نقول إن في 4000 مادة كيماوية ضارة، منها 400 سامة و22 مادة قاتلة شديدة القتل والسمية، منها 40 مادة مسرطنة، هنقول على سبيل المثال النيكوتين. النيكوتين ده مادة قلوية شديدة السمية، تسبب الإدمان القهري، وقطرة واحدة منها تكفي لقتل رجل. وبيضيف صناع التبغ دلوقتي للتبغ عشان النيكوتين يثبت ويسبب الإدمان مادة الأمونيا السامة ومادة البروبيلين جليكول. المادة التانية قطران، مادة تستخدم في الدهانات وسفلتة الطريق. العامة بيسموا القطران ده البلاكة أو الزفت، وهي مادة مسرطنة خطيرة. بعد كده حامض الكبريتيك، مادة حارقة تذيب جسم الإنسان إذا لمسته. الزرنيخ مادة شديدة السمية والسبب السرطان، وتستعمل في المبيدات السامة. غاز البيوتين، غاز ولاعات السجاير، وهي مادة سامة وتدخل في تركيب البنزين وتسبب الاشتعال. في السجارة بتطلع برضو غاز أول أكسيد الكربون. غاز أول أكسيد الكربون ده غاز بيخرج من عدم السيارات، وهو غاز قاتل، يمنع اتحاد الأكسجين مع الهيموجلوبين في الدم، مما يسبب الوفاة، وهو المسؤول عن قتل الناس في حوادث تسرب الغاز كلها بسبب أول أكسيد الكربون أو عوادم السيارات. غاز ثاني أكسيد الكربون ده الغاز اللي بيخرج من هواء التنفس أثناء الزفير، وهو غاز خانق. الميثانول، الكحول اللي هو الكحول الميثيلي، مادة شديدة السمية، وثبت أن تناول الكحول الميثيلي أو الميثانول يسبب العمى ويدمر المخ والكبد والكلى. الرصاص يستخدم في وقود الصواريخ ويدخل في تركيب الأحبار، وهي مادة تسمم خلايا الدم والأعصاب والعظام. مادة التلوين مذيب عضوي، يستخدم في المصانع ويخفف مواد الطلاء، وهي مادة سامة قاتلة. الأسيتون
مادة الأسيتون معروفة إنها بتشيل طلاق الأظافر عند الستات، لكن مادة الأسيتون هي المادة اللي بتنتج من حموضة الدم وتسبب الغيبوبة في مرضى السكر. الأسيتون هي المادة الأساسية في غيبوبة مرضى السكر. الأمونيا مادة تدخل في تركيب منظفات الحمامات والأرضيات، وهي المسؤولة وتظهر في حالات الغيبوبة الكبدية والفشل الكلوي. الكادميوم مادة تدخل في صناعة بطاريات السيارات وتسبب تلف الكبد والمخ وتترسب في الجسم. الدي تي تي كلنا سمعنا عن مادة الدي تي تي، مادة دي بودرة كانت بتستخدم مبيدة للحشرات مثل القمل والبق وبتسبب تلف في الرئة. الفورمالين، مادة الفورمالين أو الفورمالدهيد اللي موجود في السيجارة، الفورمالين ده بيستخدم في حفظ جثث الموتى ويسبب السرطان ويتلف الجلد والرئة والجهاز الهضمي. مادة النفتالين موجودة في السيجارة هي أخرى. مادة النفتالين معروف إنها بتحفظ الملابس من العتة، وهي مادة سامة. سيانيد الهيدروجين معروفة على مدى تاريخ الإنسانية إنها مادة شديدة السمية، وهي مادة قاتلة سريعة القتل وتستخدم في غرف الإعدام بالغاز. الفينول مادة سامة تدخل في تكوين مطهرات الأراضي أرضيات والبلعات والمجاري. مادة غاز الميثين، غاز الميثين معروف ان اي حد بيقع في بلاعة مجاري بيموت بسبب غاز الميثين، لانه غاز المجاري السام القاتل ده موجود في السيجارة. النفتالين مادة شديدة السمية، وهي مادة قاتلة للعتة. اليوريسين مادة سامة تنتج في حالات الفشل الكلوي. الدايبنزاكريدين مادة شديدة السمية. البولونيوم مادة شديدة السمية أخرى. وهناك لستة طويلة من مواد شديدة السمية زي الدايميثايل نيتروزامين. دي مادة نيتروزامين معروف أنه هو مادة مسرطنة وشديدة السمية، وهو اللي بيضاف لبعض في تصنيع اللحوم زي اللانشون والبصرمة. البيرين والبنز بيرين مادة سامة خطيرة ومسرطنة. كلوريد الفينايل مادة شديدة السمية ومسرطنة. اللي أنا قلته دول 25 مادة فقط من ضمن 4000 مادة ضارة، وهي مواد شديدة السمية أو مسرطنة أو الاثنين معا. من ال 4000 دول 400 مادة سامة، ومن 400 دول 40 مادة مسرطنة. الغريبة دكتور في كلام حضرتك ان الامراض دي كلها والمواد دي كلها اللي بتسبب الامراض المزمنة للانسان وتؤدي الى الوفاة، وفي اقبال، في اقبال من الشباب، في اقبال من المتعلمين، في اقبال من البالغين، من الرجال، من النساء، في اقبال كبير جدا واقبال متزايد على التدخين. حضرتك تفضلت بإثارة نقطة مهمة جدا، ليه الاقبال؟ لازم نسأل نفسنا ليه الاقبال. تعمدت شركات صناعة السجاير إنها تضيف مادة الأمونيا لمادة النيكوتين اللي موجود عشان تثبته ويبقى بنسب عالية وتأثيره أقوى. مادة النيكوتين مادة تساوي الهيروين في الإدمان. فالإقبال دوت سببه إن اللي بيدخن بعد كده بيبقى عبد لهذه السجارة، ما يقدرش يستغنى عنها. لا، هو يقدر يستغنى عنها لو عنده إرادة ولو عنده حرص على صحته. لأن إحنا بنقول إن المدخن بيرتكب جريمة مزدوجة. جريمة في حق نفسه إن هو بيدمر صحته وبيبذر فلوسه، وثانيا جريمة في حق الآخرين بإن هو بيعرضهم للدخان اللي هو بيطلعه أثناء التدخين. صحيح. إذن دي جريمة مزدوجة، فيجب أن يتوقف المدخن عن التدخين لهذه الأسباب. لو حضرتك حسبت مثلا، أنا أضرب مثال، لو حضرتك حسبت واحد عنده 55 سنة وبيدخن من سن 15 سنة وبيدخن علبة سجاير، وهو علبة السجاير متوسطة 10 جنيه يوميا، اضرب حضرتك الـ 10 جنيه دي في 30، يبقى 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه في السنه في 12 يبقى 3600 جنيه، يبقى في ال 55 سنه دخن ب 144 الف جنيه.
يعني هل يعقل ان الواحد يبذر فلوسه ويحرقها عشان يدمر صحته ويدمر الاخرين ويقول انا عبد لهذه السيجاره؟ يعني الانسان ربنا خلق ليه عقل للتفكير. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اذا افترضنا ان راجل عمره 55 سنه بيدخن من سن 15 سنه يعني لمده 40 سنه وكان بيدخن بمعدل علبه سجاير واحده كل يوم يعني متوسط مثلا 10 جنيهات في اليوم، بكده يكون حرق وانفق في تدمير صحته واهدار شبابه 10 جنيه في 30 يوم يعني في الشهر 300 جنيه. يعني في ال 12 شهر اللي هو السنه 3600 جنيه. 3600 جنيه في 40 سنه يبقى 144,000 جنيه. 144,000 جنيه دي تمن عربيه محترمه. يبقى اجمالي ما قد حرقه لينفقه في تدمير صحته واهدار شبابه 144,000 جنيه دي تمن عربيه محترمه. انه قطعا من المبذرين وهو من اخوان الشياطين. طيب عايز اسال حضرتك، اثرت نقطه مهمه، نقطه اقتصاديه، يعني التدخين مكلف، مكلف لصاحبه. ليه التدخين منتشر بكثافة في المجتمعات الفقيرة؟ ما احنا الحقيقة الارتباط التدخين في فترة البلوغ بين الشباب بيحس ان هو جزء من رجولة ان هو يمسك السيجارة ويدخن، يبقى وصل الى ايه، الى مرحلة رجولة او النضوج. وطبعا ده اعتقاد يعني خاطئ زي ما حضرتك تفضلت. الجزء تاني الشباب بيقلد بعض، ونوع من المنظره او الشياكه ان يقعد على قهوه مع اصحابه ويطلع الايه ويعمل الشيء، حتى ده منتشر بين بعض البنات في المقاهي، بيقعدوا على المقاهي ويشيشوا ولا يعلموا ان ده في منتهى الخطوره عليهم، خاصه على الجنس الاخر. النساء لما بيدخنوا عندهم هرمونات الانوثه اللي هي الاستروجين البروجستيرون، بيتعارض معاها مكونات السيجاره وبيبقى اكثر ضررا عليهم من الرجال، ومع ذلك بيدخنوه يعني كنوع من الشياكه او المظهريه. ايه اثر التدخين على جسم الانسان؟ السيجاره بنعتبرها انها او المدخن مع التعامل مع السيجاره بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى حدوث الاعياء، وبعدين المرض نفسه، واللي ينتهي في الثلث الاخير بالموت. يبقى اذا في اول جزء من السيجاره هيحس بالاعياء اعراض مرضيه، وفي الثلث الثاني هيكون المرض تمكن منه، وفي الثلث الثالث ممكن السيجارة تموته. ده صورة بتبين قبل التدخين هذه السيدة كان شكلها ايه، والشاب ده كان شكله ايه، وبعد التدخين تحول جسده الى يعني مجموعة من الامراض، غيرت من الوظائف وشكل الأعضاء. إيه بعض أضرار التدخين حسب أجزاء الجسم؟ أول حاجة حدوث الإدمان. النيكوتين مادة إدمانية قوية زي الهيروين، وتؤثر في وظائف المخ، وتحدث تجاعيد في الجلد، لأن التدخين بيقلل كمية الدم المتدفق للجلد، مما يؤدي إلى تقليل نضارته وظهور التجاعيد. التدخين بيؤدي إلى حدوث المية البيضة في عدسة العين، وزيادة فرصة حدوث الكاتاركت أو المية البيضة في عدسة العين، وده بيسبب العمى. التدخين بيسبب سرطان الفم، وهو السبب الرئيسي لسرطان الفم، لأن ترسيب قطران الدخان والمكونات السامة
تؤدي إلى تشوه الأسنان وأمراض اللثة المزمنة وإعاقة اللعاب، مسببا رائحة كريهة للفم وتراكم الجراثيم. التدخين السبب الرئيسي لسرطان الحنجرة والمريء، والتدخين أو الدخان يلون جلد الأصابع والأظافر ويشوه نظارته بالنسبة للمدخن. ويصاب المدخنون بالصدفية الجلدية أكثر بمرتين عن غير المدخنين. ويسبب التدخين إصابة الشرايين التاجية للقلب بالقصور والتصلب والذبحة الصدرية، وكذلك تصلب شرايين الجسم وارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلة القلب وهبوط القلب وفشل الدورة الدموية في الساقين والأطراف. التدخين بيسبب التهابات الشعبية الرئوية المزمنة والأزمات الربوية المتكررة وضيق الشعب المصحوب بالانسداد الرئوي، وتقل كفاءة الرئة مما يسبب مرض اسمه الإنفيزيما اللي هو تمدد الحويصلات الهوائية وإعاقة تبادل الغازات في هذه الحويصلات الهوائية في الرئة، مسببا في النهاية هبوط القلب الأيمن وفشل عضلة القلب. والتدخين هو المسبب الأول لسرطان الرئة الذي ينتشر إلى المخ وأجزاء الجسم. يسبب التدخين الإصابة بقرحة المعدة والإثنى عشر والارتجاع الحامضي وتسلخات المريء نتيجة ترسيب مكونات الدخان على رأسها الأطران أو البلاكة على الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، مسببا سرطان المريء وسرطان المعدة والإثنى عشر عن طريق بلع اللعاب الملوث بالدخان. ومن المعروف تحول الفيروسات الكبدية إلى فيروسات مسرطنة عند المدخنين. إيه بعض الأمراض المتعلقة بالتدخين؟ أولا إصابة الشرايين التاجية للقلب بالقصور والتصلب والذبحة الصدرية وحدوث جلطة تؤدي إلى تدمير عضلة القلب والسكتة القلبية، تصلب شرايين الجسم وارتفاع ضغط الدم وتضخم عضلة القلب وهبوط القلب. النيكوتين بيحدث ضيق في الشرايين وفشل الدورة الدموية في الساقين والأطراف مما يؤدي إلى غرغرينة في القدم. التدخين هو المتهم الأول الثابت إدانته لسرطان الرئة القاتل للمدخنين ومخالطيهم بالتدخين السلبي. دي صورة لرئة الغير مدخن، وبعدين شايفين الرئة بعد التدخين شكلها ايه من ترسيب المواد السامة داخل الرئة، وبعدين تتحول بعد كده الى سرطان الرئة. التدخين يسبب سرطان الرئة الخطير، والتدخين مسؤول عن 92% من سرطان الفم والشفة واللسان. ويسبب التدخين الارتجاع الحامضي وقرحة المعدة والإثنى عشر وسرطان المريء والمعدة وسرطان الكبد، لأن من المعروف تحول الفيروسات الكبدية خاصة الفيروسي إلى فيروسات مسرطنة عند المدخنين، وكان كتير من مرضى الفيروسي يحدث لهم بؤر سرطانية تقضي عليهم بسبب تحول هذا الفيروس إلى فيروس مسرطن. التدخين يؤدي إلى تدمير العلاقة الزوجية. النيكوتين الذي يوجد في السجائر وغيرها يضر بالأوعية الدموية ويجعلها تضيق، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى مرور الدم فيها، وبالتالي يضعف ضغط الدم في العضو التناسلي للرجل، مما يؤدي إلى تدمير العلاقة الزوجية. ترتفع نسبة الإصابة بسرطان الرحم والثدي بين النساء المدخنات، وكذلك تزيد نسبة الإجهاض بين السيدات الحوامل المدخنات. هل تعلم إن عدد الوفيات بسبب التدخين في العالم يبلغ أكثر من 5 ملايين مدخن سنويا، وصل هذا العام إلى 8 مليون مدخن؟ وجه في أحدث التقارير الصادرة مؤخرا في جنيف من منظمة الصحة العالمية عن بعض العلماء أن مدخنا من البشر يموت كل 10 ثواني في العالم نتيجة التدخين. وتم رصد في الفترة ما بين عام 1950 وعام 2000 إن التبغ
قضى على نحو 60 مليون شخص في الدول النامية فقط، نصفهم في سن الشباب. التدخين جريمة في حق النفس، وجريمة في حق الغير، وجريمة في حق المجتمع. وهل تعلم أن 26% من الوفيات في مصر سببها التدخين؟ والتدخين جريمة مزدوجة زي ما احنا قلنا، جريمة في حق النفس وجريمة في حق الغير، والغير هنا هم الذين يتعرضون للتدخين السلبي. التدخين أيضا جريمة في حق المجتمع، لأن التدخين يدمر الاقتصاد القومي للبلاد، حيث تنفق الدولة مليارات الدولارات في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين. وهل تعلم أن عالم المخدرات والإدمان والجريمة يبدأ بالتدخين؟ هل تعلم أن التدخين هو الطريق الأسهل للدخول إلى عالم المخدرات والإدمان والجريمة، وأنه قد ثبت بالدليل القاطع أن كل المجرمين مدخنون بشراهة؟ هل تعلم أن الشركات الأجنبية المصنعة للسجاير تزيد من نسبة النيكوتين في السيجار التي تصدرها، ولا تسمح لمواطنيها بتدخينها؟ هل تعلم أن أطرف ما كتب حول الحرب الدائرة ما بين شركات تصنيع السجاير والجهات الحكومية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ رفعت ولاية فيرجينيا الغربية دعاوي ضد شركات التبغ لاستعادة أموال صرفت على الرعاية الصحية للمرضى المدخنين، وهي ثالث ولاية تقوم بذلك بعد ولايتي فلوريدا وميسيسيبي. كم تظن أنك ستعيش مع التدخين؟ هذه حقيقة المدخن. بادر وانقذ عمرك وصحتك لتفوز بمتعة السعادة في الحياة بالعمر، بطول العمر والصحة السليمة الجيدة بالإرادة. إذا أردت أن تقتل نفسك لا تقتلني معك، اطفئها إلى الأبد من أجل دينك، من أجل أهلك، من أجل زوجتك، من أجل أبنائك، من أجل نفسك، من أجل أموالك. انقذوا البشرية، سيسألك الله يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما أنفقته. دكتور، بلاحظ أن في شباب كتير أو في ناس كتير بتدخن شيشة فقط، بلاحظ جدا على الجانب الآخر شباب بيدخن سجاير فقط، إيه الفرق بين الاتنين؟ موضوع الشيشة موضوع خطير جدا، لانتشار هذه الوسيلة للتدخين بين الشباب. الحقيقة هتكلم على حاجة اسمها الشيشة وأخواتها. أنا رغم أن أنا يعني مارست الطب لمدة 55 سنة وبلغت من العمر العقد الثامن، لم أدخن ولم أجلس مع أحد من المدخنين، وأكره رائحة التدخين. الحقيقة كنت في إحدى المحاضرات بدرس أمراض الجهاز التنفسي وعلى الأخص الرئة، حالة اسمها انفيزيما كوربلمونال أو التمدد الرئوي اللي بينتهي بهبوط وفشل في القلب، وقلت ان من ضمن الأسباب التدخين. فكان حاضر المحاضرة طلبة في البكالوريوس كلية الطب، وواحد منهم وقف وقال لي انا عايز اعرف يعني انه اخطر، الشيشة ولا الجوزة ولا البوري. الحقيقة أنا أسقط في يدي، لأن أنا طبعا لم أشاهد حتى هذه الوسائل المستخدمة في التدخين إلا أثناء مروري على بعض القهاوي المنتشرة في شوارع القاهرة فأشاهدها مع الناس، لكن ما أعرفش عن إيه ده، لدرجة أن كان في قصة تانية بالنسبة لموضوع الحجر. مرضى كتير يسألوني أو يقولوا لي أنا بدخن حجر أو حجرين، وأنا كان في تخيلي إن هذا الحجر ده قالب طوب، لغاية ما تحت العيادة فتحت قهوة وكان عمري في ذلك الوقت 60 سنة،
أثناء صعودي للعيادة طلبت من صاحب القهوة أن يريني ما هو الحجر، فجاب لي قمع من الفخار محطوط عليه قصدير وقربه من أنفي، وقال لي شم ريحة كريهة جدا منه، وقال لي دي تفاح. وكان ده لأول مرة أشاهد هذا الحجر وأعرف أن الحجر ده عبارة عن قمع من الفخار محطوط فيه فحم مشتعل ومحطوط فوقيه التبغ ومغطى ببعض المواد اللي بتحدث نكهات. الشيشة أو الجوزة في دراساتي بعد كده ظهرت في الهند وكانت تسمى هوكا، ثم انتقلت المملكة الفارسية. أما انتشار الشيشة عالميا فيرتبط بالدولة العثمانية اللي كانت بتحكم المنطقة العربية، والتسمية المتعارف عليها اليوم أصلها فارسي، يعني كلمة نرجيلة أو نرجيلة مشتقة من نركيل بالفارسية اللي تعني جوز الهند، وعشان كده أحيانا الشيشة بتسمى الجوزة أو النرجيلة، وتعرف في شمال أفريقيا والخليج العربي باسم شيشة أو جوزة، وفي سوريا بتسمى أركيلة، وفي العراق تسمى نركيلة، وفي لبنان تسمى معسل، وتعرف في الدول الأوروبية والأمريكية باسمها الهندي الأصلي هوكا. إيه أخطار الشيشة؟ أخطار الشيشة اللي انتشارها بين الشباب وبعض الفتيات يقومون بالتدخين، تنتشر في بعض المقاهي والنوادي بمختلف المدن، أعداد من الشباب والفتيات يدخنون الشيشة أو النرجيلة، والعادة دي تفشت بين صفوف أبنائنا وبناتنا صغار السن، وهم مش عارفين أضرارها الخطيرة اللي بتفوق كثيرا أضرار السيجارة، لأن مدخن النرجيلة يستنشقون أضعاف ما يستنشقه مدخن السيجارة، وذلك بسبب أن مدة تدخين النرجيلة تكون أطول بكثير من فترة تدخين السيجارة. ثانيا انتشارها بين الشباب دون وعي، وجلسات النرجيلة تطول حيث يمكن أن تستمر إحدى الجلسات لساعات، يستنشق فيها مدخن النرجيلة كمية كبيرة من دخان التبغ، فضلا عن أن دخان الصادر من المدخنين الآخرين بجانب المدخن تجعل الجو المحيط بهؤلاء المدخنين والمخالطين مملوء بالدخان والهواء الفاسد، لأن الجلسات بتاع تدخين الشيشة لا تحلو إلا مع الأصدقاء. أخطار التدخين عموما والشيشة بشكل خاص: نظرة سريعة للدراسات والإحصائيات اللي قامت وتقوم بها هيئات صحية عالمية إقليمية عن أخطار التدخين عموما والشيشة بشكل خاص، توضح بشكل لا يقبل النقاش أو الشك أضرار هذا السلاح الفتاك. نظرا لاحتفاظ مدخن الشيشة بكمية كبيرة من السموم وعلى رأسها غاز خطير جدا يسمى أول أكسيد الكربون السام أثناء عملية الاحتراق مع الفحم، والذي ينتج عنه فورا بعد استنشاقه الدوار والدوخة والصداع وخفقان القلب وضيق التنفس والغثيان والسعال والاختناق وغير ذلك لمدخن الشيشة. دي الأعراض البدائية في مبدأ التدخين بالشيشة: الدوار، الصداع، السعال والاختناق، الإحساس بالغثيان، الخفقان، وضيق التنفس. دخان الشيشة ممكن أن يحتوي على الآتي: أولا، نسبة القطران المسرطن في الشيشة 36 مرة أكثر من دخان السجاير. نسبة أول أكسيد الكربون في الشيشة يصل إلى 15 مرة أكثر من السجاير، مستويات أعلى من سموم الرصاص والنيكل والزرنيخ،
وجود نسبة عالية رهيبة من سيانيد الهيدروجين القاتل، نسب أعلى وحفنة كاملة من المواد المسببة للسرطان، كمية كبيرة جدا من النيكوتين وهي مادة كيميائية تسبب تأثير الإدمان. وثبت علميا، ثبت علميا بالتحاليل الطبية والكيماوية أن تدخين حجر واحد شيشة يساوي تدخين 20 علبة سجاير. والتقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية بيقول أن الدخان اللي يتم استنشاقه في جلسة للنرجيلة لمدة ساعة يمكن أن يساوي 400 سيجارة أو أكثر. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية أنه حتى بعد مرور دخان النرجيلة بالمياه، هما فاكرين أن المية وبقلالة المية دي بتخلص الدخان من السموم، وجدوا أن مرور حتى بعد مرور دخان النرجيلة بالمياه فإنه يظل يحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان. ويحتوي هذا الدخان أيضا على الفحم المحترق أو الخشب، الأمر الذي يمكن أن يزيد المواد الكيميائية فيه مما يسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. أما بالنسبة للعلاقة الزوجية، النيكوتين اللي بيوجد في الشيشة يضر بالأوعية الدموية في الجسم ويجعلها تضيق، مما يؤدي لتخفيض مستوى مرور الدم فيها، وده بيسبب اضطراب في الأداء الجنسي للرجل ويضعف ضغط الدم في العضو التناسلي للرجل، ودي بتؤدي لمشاكل في العلاقات الزوجية، وده ثابت في كل الأبحاث العلمية. الفرق بين الشيشة والسجاير، مدخن الشيشة ومدخن السجاير، الحقيقة الاتنين بيتساووا في الأخطار. ولو احنا حسبنا مسكنا السيجارة كده وقسمناها لثلاث أتلات، تلت وتلت وتلت، التلت الأول في السيجارة بيدخل المدخن لأعراض الإعياء، التلت الثاني بيدخل المدخن في حاجة أعراض مرضية، يبقى مريض بسرطان رئة، تمدد رئوي، انسداد رئوي، قرحة في المعدة، كل الأمراض السجاير هي اللي وراها، والتلت الأخير الموت. فالسيجارة عبارة عن ثلاث مناطق، المنطقة الأولى الإعياء وأعراضه، والمنطقة الثانية دخله في المرض، والثالث للموت للوفاة. فليه الإنسان يسعى لتحطيم نفسه، تحطيم صحته، لو عدد الأمراض اللي ممكن تعملها السجاير هتبقى لسته طويلة عريضة. أنا عمري ما شفت طوال السنين اللي اشتغلت فيها طبيب 55 سنة مشاكل صحية إلا من بسبب السجاير وراء التدخين أو سبب التدخين. بالنسبة للشيشة بقى يا دكتور، الشيشة الحقيقة وجد إن اللي بيسموه الحجر بتاع الشيشة ده في بعض الدراسات قال إنها بتوازي 20 علبة سجاير، يعني 400 سيجارة في اليوم. هي الشيشة تزيد عن السيجارة، هم فاكرين إن البقلالة في المية دي بتخفي الغازات اللي موجودة. الحقيقة إن في غازات بتطلع رغم كده مع الشيشة، وفي بعض غازات بتتحبس أو تظهر في الشيشة مش موجودة في السيجارة، على رأسها ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون لأنه طالع من الفحم، والاتنين بيسمموا الكرات الدم الحمراء ويمنعوها بأنها بتوصل الأكسجين للجسم. فالشيشة زي ما احنا قلنا ليها خطرين، الخطر الأولاني إنها كمية الدخان فيها أعلى أو التبغ أعلى، وثانيا كمية التسمم من الغازات السامة موجود. وإحنا ما ننساش إن السجاير سواء الشيشة، يعني التدخين سواء الشيشة أو السجاير أو البايب أو السيجار، كل هذه الأنواع في الآخر عندك بتطلع غير اللي أنا ذكرته
مادة الفورمالدهايد. الفورمالدهايد دي مادة احنا بنحفظ بيها الجثث الموتى، بتطلع حامض الكبريتيك. حامض الكبريتيك نقطة ممكن تدوب أنسجة الجسم. بتطلع غاز الميثين. غاز الميثين ده الغاز الرئيسي اللي موجود في المجاري. السيانايد، وده سم قاتل. مادة الدي دي تي اللي بنستخدمه في قتل الحشرات موجود في تركيب. يعني انا مش يعني لو قعدت اذكر الأضرار. المواد اللي موجوده والامراض اللي ممكن تحصل نتيجه التدخين يعني. طيب هنقول عايز اسال لسه طويلة. عايز اسال حضرتك عن ما انتشر مؤخرا، السجائر الالكترونيه، بيقولوا ان هي اخف ضررا. هل ده كلام صح وكلام علمي ولا الحقيقة نفس الاضرار؟ الحقيقه حكايه السجائر الالكترونيه دي لعبه تكنولوجيه وما هياش صحيح الكلام اللي بيقولوه. السجائر الالكترونيه في رايي انها اكثر ضررا، لانها بتحفظ مكونات الدخان لفتره وما بتحاولش انها تزيل هذه المواد السامة أو المسرطنة من السيجارة. ما زال الضرر موجود، هي مجرد تغيير للنظام بتاع التدخين فقط لغير. نفس الأضرار ولا أقل؟ نفس الأضرار، نفس الأضرار، وأحيانا تزيد. تزيد في الاحتباس، لاحتباس بعض المواد نتيجة التكنولوجيا بتاعت الإلكترونية المستخدمة فيها، بتحبس بعض المواد اللي ممكن تضر الجسم. يعني مادة زي الزرنيخ. مادة الزرنيخ ودي مادة سامة موجودة في السيجارة، وجد ان السجائر الإلكترونية نسبتها أعلى في المادة دي. وفي بعض المواد السامة أو المسرطنة أعلى في مع السجائر الإلكترونية. طب السائل اللي موجود فيها ده يا دكتور، السائل ده في بيتحول لغاز؟ والله هم يعني بيحاولوا إن هم يعني يبرروا موقفهم اللي هم صناعة السجائر عشان يبقوا في ساحة السوق العالمي. لكن لازم نعرف إن بعض الهيئات في بعض الدول طالبت صناع السجاير بان هم يكتبوا المكونات، سواء السجاير الالكترونيه او او اي نوع من وسائل التدخين، يكتبوا الليسته بتاعه المواد السامه اللي موجوده فيها. وانا بعتبر ان اختراع السيجاره الالكترونيه كارثه انسانيه حديثه لاستمرار تدمير البشريه. الحقيقه وجود مثل هذا الاختراع ليس فائده يعود بفائده على البشر، ولكنها صناعه الشر، وصناعه الشر تهدف اولا واخيرا لتدمير البشريه. ازاي اخترعت السيجاره الالكترونيه؟ في عام بالتحديد في عام 2003 اخترع الكيميائي الصيني هون ليك السيجارة الإلكترونية كبديل للسجائر التقليدية، وبدأت ظهور هذا النوع من التدخين. وفي عام 2004 صنعت السيجارة الإلكترونية على شكل السيجارة التقليدية المعروفة، وطرحت في الأسواق مصحوبة بدعاية منظمة ملفقة كاذبة على أنها البديل الرئيسي للسيجارة التقليدية الضارة والتي تسبب السرطان. تصنع السجائر الإلكترونية بخارا مصنوعا من جزيئات دقيقة ومتناهية الصغر من الجسيمات المعلقة من سائل يوضع داخل هذه السيجارة. تحتوي على إيه؟ تحتوي على البروبلين جليكول، المادة السامة اللي ذكرناها قبل كده. تحتوي على نسبة عالية من الجليسرين، ونسبة عالية من النيكوتين، النكهات، كميات من المواد السامة والمسرطنات، وأنواع من الفلزات الثقيلة والجسيمات النانوية المعدنية وغيرها من المواد. السيجارة عبارة عن جهاز
استشعار يدفق الهواء عن طريق مايكرو بروسيسور، وفي سخان، والسخان يتحكم في تبخير السائل الذي يوضع فيه عن هيئة لفافة أو سائل يوضع مباشرة، وفيها بطارية، وفيها بطارية بتضيء لتوحي للمدخن بأنه يدخن سيجارة حقيقية. أنواع مختلفة من السوائل تم اختراعها التي يمكن أن تركب مع السيجارة الإلكترونية. كيف تعمل السيجارة الإلكترونية؟ تتألف السيجارة الإلكترونية من عدة أجزاء: أنبوب الفم الذي يستعمل لسحب الدخان من السيجارة، المخزن الذي يحتوي على السائل الذي يتحول إلى بخار بعد شفطه ونفخه، وهذا السائل مكون من الجزء الأهم وهو عبارة عن مادة النيكوتين السامة المسرطنة ومادة البروبيلين جليكول التي تعطي إحساس وتثبت الإحساس النيكوتين في الحلق، مادة الجليسرين. والغرض بشكل عام من الجليسرين النباتي في جي هو تكوين ضباب كثيف حتى يوحي للمدخن أنه يدخن. كما يضاف إليها كل المواد دي مواد معطرة أو نكهات عديدة منها لكي تجذب بها المدخن. وتقول المراجع أن هناك أكثر من 5000 نكهة مختلفة تستخدم مع السيجارة الإلكترونية. ومن ضمن التركيب السيجارة الإلكترونية البطارية وعامل التسخين، وهي الأجزاء الهامة فيها، وهي عبارة عن سلك لولبي يستمد الحرارة من البطارية عند الاستعمال، وهو الذي يسخن السائل الإلكتروني إلى درجة تصل إلى 200 درجة مئوية بحيث يتحول إلى بخار. يبقى النيكوتين زائب في مادة البروبيلين جليكول، وتدوم مدة استهلاك 20 سيجارة بنسبة بين 10 و15 نفخة إلكترونية للسيجارة الواحدة. وهناك مخرج للنيكوتين وجهاز رزاز، وهو نظام استشعار يشغل سخانا لتحويل النيكوتين إلى رزاز عندما يسحب المدخن النفس عبر الفلتر. وهناك نقطة التحام بين هذه الأجهزة، وبها بطارية ليثيوم أيون لتزويد الضوء والرذاذ بالطاقة. وهناك معالج صفري يتحكم في الضوء ضوئي وضوء عن طريق لمبة ليد. هذا الجزء المشار إليه في نهاية السيجارة جزء يمكن استبداله أو إعادة شحنه، وهناك لفافة يمكن استبدالها عندما تفرغ. هذه آلية عمل السيجارة الإلكترونية. يبقى إذن لا توجد أي شيء يوحي بأنها تحمي المدخن من أخطار التدخين. العديد من شركات السجائر التقليدية شعرت بالتهديد وبخطر تحول المدخنين إلى السجائر الإلكترونية. بدأت هي نفسها بإنتاج السجائر الإلكترونية، والبلاد التي تصرح ببيعها هي الصين والولايات المتحدة والعراق، وتوجد في مصر وفي لبنان وتركيا وفنلندا السويد هولندا والمملكة المتحدة. وتقول منظمة الصحة العالمية أن المتاجرين بهذه السجائر الإلكترونية استخدموا بعض الوسائل غير المشروعة وغير العلمية للترويج للسجائر الإلكترونية على أنها وسيلة ناجحة أو ناجعة للإخلاع عن الإدمان من التدخين. الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية الأقل خطورة منها تشمل آلام البطن والصداع وضبابية الرؤية وتهيج الحلق والفم والقيء غثيان والسعال، بينما يرتبط النيكوتين نفسه ببعض المخاوف الصحية الخطيرة كمادة سامة ومسرطنة معروفة من قبل. النيكوتين يوجد في السجائر ويؤثر على الإنسان، ونشرت الدراسة التجريبية على السيجارة الإلكترونية التي أشرف عليها ديفيد تشيكت الأستاذ في جامعة برمنغهام
في دورية ثوركس، وتوصل الباحثون إلى أن دخان السيجارة الإلكترونية سبب التهابا وأعاق عمل الخلايا الغبارية الموجودة في الحويصلات الرئوية. هذه الخلايا اللي بتزيل جزيئات الأتربة الضارة من داخل الرئة والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية. وقال الباحثون أن بعض الآثار التي نجمت عن التجربة كانت شبيهة بتلك التي يعاني منها المدخنون التقليديون والمرضى المصابون بأمراض الرئة المزمنة. وفي النهاية، إذا أردت أن تقتل نفسك لا تقتلني معك، اطفئها إلى الأبد من أجل دينك وأهلك وزوجتك وأبنائك ونفسك ومالك بقوة الإرادة. أيها البشر، أيها الإنسان، انقذ البشرية. سيسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما أنفقته. منظمة الـ FDA الأمريكية من سنة 2010 بطلبة صناع السجاير ان هم يكتبوا المكونات، في مادة بيحطوها على التبغ علشان استخدامه وتثبيته فترة اطول، مثلا زي البروبيلين جليكول. البروبيلين جليكول بيخلي مادة التبغ يعني يشتعل فترة اطول، وبيحطوا الامونيا بتثبت المادة اللي هي فيها بتزود الادمان. صناعة السجائر أو صناع السجائر استخدموا هذه المواد. منظمات الصحة في أمريكا طالبتهم إن هم يكتبوا على العلبة المادتين دول. ده بالعكس، إحنا في يعني في قضايا مرفوعة من ولاية فيرجينيا الغربية على صناع السجائر باسترداد جميع الأموال اللي أنفقتها الولاية على علاج الأمراض الناتجة من التدخين، وقدرت بالمليارات، وسبقتها ولايتين فلوريدا وميسيسيبي، وخدوا من صناع السجاير مليارات من الدولار لتعويض الأموال اللي أنفقتها الدولة على علاج المدخنين والآثار الضارة ليها. طب حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، دور الحكومات إيه بقى إن هي تمنع ده؟ والله أنا يعني إذا اعتبرنا إن ده يعني جريمة مزدوجة زي ما احنا قلنا، مش جريمة مزدوجة بس، يعني التدخين جريمة مزدوجة في حق النفس. المبذرين، إنسان بيبذر في فلوسه، بيبذر في صحته، بيحرق فلوسه، بيحرقها. يعني ياريت التبذير مثلا أحيانا بيبقى فيه جزء منه فيه فايدة مثلا، لكن ده واحد بياخد فلوسه بيحرقها. والجريمة الثانية اللي هي المزدوجة، حق النفس وحق الغير، إن هو بيدخن فبينقل المرض للآخرين، وبعدين حق المجتمع الدولة بتنفق ملايين الجنيهات على علاج المرضى. صحيح. او نتائج هذا الاسلوب اللي هو التدخين. يعني حضرتك شايف يا دكتور ان ان الحكومات ممكن تلزم شركات السجائر دي ان هي ما تحطش المواد القاتله دي او تقلل من المواد القاتله دي، ولا شايف احد الحلول ايضا برضو ان هو ممكن يتم عمل اماكن مخصصه في الشوارع وفي المناطق العامه للتدخين وبالتالي يقل عدد المدخنين؟ هو يا ريت ننهج نهج دوله زي سنغافوره. سنغافورة احنا الدولة دي بتمنع التدخين من اول ما تخش المطار، اول ما توصل مطار سنغافورة لغاية ما تغادرها مفيش تدخين في هذه الدولة نهائيا. فياريت ان احنا نقدر نوصل لهذا، لان يعني تقليل التدخين بيساوي التدخين العادي. لان في بعض الناس يقول لك انا هقلل السجاير. انت كنت بتشرب كام؟ كنت بشرب علبتين. هشرب علبه ونص او علبه ونص، يعني 30 سيجاره. طب ناوي تشرب كام؟ يقول لي اشرب 10. قلت له طب ايه رايك بقى ان ال10 زي ال30؟
فيقول لي ازاي مع ان العشرة دي تلت التلاتين يبقى تلت الضرر. لا الحساب ما هوش كده. قلت له انا هقنعك ان التلاتين زي العشرة. ازاي ده؟ الفرق بانك تاخد اتنين تطلع بيهم عمارة تلاتين دور تحدف واحد من الدور التلاتين وتحدف التاني من الدور على العاشر. ما النتيجة واحدة في الاخر. ميت ميت. فاذا ما فيش حاجة اسمها اقلل. اذا كان سم قد كده ممكن ان هو يقتل بني ادم، ايه الفرق بان انا اخد سم قد كده او كده؟ فاذا التقليل او منع التدخين او اماكن معذوره، انا بحفظ حق الاخرين. ولذلك انا بقول للناس اللي عاوز يمنع التدخين من زمايله وهو مش مدخن يكتب انا مش مدخن، اذا اردت ان تقتل نفسك لا تقتلني معك. صحيح. ويعلق اليافطه دي على وراه على المكتب عشان يمنع زمايله ان هم يدخنوا. دكتور احمد عبد اللطيف ابو مدين، رئيس قسم الامراض المتوطنه والكبد بالقصر العيني سابقا، شرفتنا ونورتنا، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، وربنا يعيد الايام عليك. وانا الحقيقه بشكر الاعلام المصري. شكرا يا فندم. الواعي لصحه الانسان المصري. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، دي كانت اولى فقرتنا الحواريه بعد الفاصل. ان شاء الله زميلتي ياسمين القفاص وقراءه لأهم ما جاء في النشرة الاقتصادية.